مريض عند الدكتور. اوعى تعالج نفسك، اوعى تعالج نفسك عند الدكتور. ناس يجي يقول لك ايه، في انواع معينه مثلا ما تاكلوش عشان كوليسترول بيعمل لك مشاكل. صح صح، بيعمل مشاكل. الدكتور اللي هيقول لك دكتور. وفرصه، وانا مع حضرتك، وانت برنامج متشاف حلو جدا جدا جدا. مفيش حاجه اسمها اعشاب. مش ايه؟ مفيش حاجه اسمها اعشاب. علاج بالاعشاب؟ مفيش حاجه اسمها كده. يعني ايه ده؟ يعني في طب، مفيش طب اعشاب؟ لا يا دكتور حسام. ايوه والله العظيم. مصدق حضرتك؟ مصدق. امال ايه؟ هقول لك حاجه، حضرتك بتاخد اي دواء ما بتلاحظش الدكتور كتب لك القرص 5 مللي جرعته كده؟ طب انا هجيب شويه حاجه واغليهم، طب فيهم كم مللي؟ جرعات غير مقننه. الاعشاب على عيني وراسي، بس جرعه غير مقننه. واحد هيسيبها على النار نص ساعه والتاني هيسيبها ربع ساعه، ده خد جرعه وده خد جرعه. مفيش حاجه اسمها كده خالص. انا عشان حضرتك تبلع قرص يجرب قد ايه؟ قول 15 سنه قرص عشان ابلعه، عشان منظمه الصحه العالميه توافق عليه. 5 سنين على حيوانات، تجارب على حيوانات، وخمس سنين على مرضى، وخمس سنين على متطوعين فولنتيرز، وينزل ويراقب. لو عمل اي مشكله بيتسحب تاني. ادي الدواء. وبعدين هو ايه علاقه الاعشاب بديننا؟ الناس رابطه ده بالاسلام ليه؟ ليه؟ قولوا لي في طب، الطب النبوي خلاص انتهى بوفاه الرسول. الرسول خد من لعابه وحط على رجل ابو بكر خف. خلي واحد يعمل كده. لكن في طب بدوي مالناش دعوه بيه، مالناش دعوه بيه. بول الابل انا مالي وماله، ده طب بدوي. لكن احنا دلوقتي سنه 2022 عندنا ادويه مقننه بجرعات متجربه. ليه اسيبها واروح اخد اعشاب؟ ليه؟ تدين اكتر؟ هقرب لربنا لما اخد اعشاب؟ ده اول حاجه ربنا حافظ عليها النفس. لان انت لو مريض ما بتصومش ربنا لغى عنك عباده، لو مريض ما بتحجش لغى عنك عباده. تقوم انت تعمل كده حفاظا على نفسك. الحفاظ على النفس رقم واحد. لما الناس عرفوا انه جاي، طبعا اسئله كتير وحاجات كتير، ولكن عشان كمان وقتنا ومره، واتمنى ان انا اتشرف مره تانية، انا ما عنديش اي مشكله. الكرش قبل ما نختم، الكرش قد يكون مرض آه، وقد يكون ارتخاء في العضلات. يعني استك شراب وفرط. انت عندك شراب له استك، الشراب ادم قوي بقى في عمل كده، عضله البطن مشدوده كده. لو ما بتلعبش رياضه او بتاكل كتير او بتشرب ميه كتير او كده، هتلاقي كرشك كبر. ارتخاء عضلات بطن، يعني عضله البطن المفروض مشدوده بقى استك فرط، بينزل لتحت شويه كده مثلا. او فيه، اذا كان هناك واحد ست حامل عندها كرش، استسقى عنده كرش. استسقى ده مهم جدا جدا. غازات منتفخة عنده كرش. ففي مجموعة، أول ما كرش يكشف يشوف هو إيه من دول. إن كان ارتخاء عضلة بطن، لما يهم براسه الصبح أول ما يقوم من النوم بيخف. يهم براسه اللي هي الإيه، يعمل إيديه كده عشان يقوي عضلة بطن.